فهم بيدفعوا تمن كل ده. تمام، وجهة نظر. تعالوا نسمع ايه رايكم بعض المداخلات التليفونيه ونشوف الناس برايها ايه في الحوار اللي حاصل في الاستوديو مع ضيوفي الكرام، ضيفاتي الكريمات. هبدا مع اسماء. منين اسماء؟ من مدينه نصر. اهلا يا اسماء، مساء الخير. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الاول بمسي عليك وعلى ضيوف الامارات اللي معاك. ميرسي قوي. انا كنت ناوي ابدا الاول مع اسماء. اتفضلي. لكن حضرتك طرحت سؤال عايزه الاول اتكلم فيه. بتقول الراجل ايه ولا ايه ولا ايه ولا مستبيع؟ هو مستبيع. مستبيع. في الاول حاجه مستبيع. يعني مستبيع مش 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 محتاج الست يعني خلاص. بص يا استاذ معتز، لو ضحكت ضحكتي ليه؟ اتكلمت كلمتي ليه؟ اتكلمت معاه بكلمه حلوه، لخصي عاوزه ايه؟ هاتي من الاخر. هو ده اللي بيحصل لما تيجي تلخص فعلا تلاقيه فعلا مستبيع. بالنسبه بقى لاسماء انا عايزه اناقشها في لو ضحكت ضحكتي ليه؟ ده ايه ده؟ ده يخنقها. ما اقول انت بقى. لا ده ليه؟ ما تضحك وتتبسط، هو ايه المشكله؟ ده يا ريت ست تضحك. سكتت ما ضحكت، مدوزه ليه؟ عايزه ايه؟ في ايه؟ مش عاجبه حاجه يعني. بالنسبة لأسماء بقى للكتاب بتاع اتجوزت ليه، أنا عايزة أقول لها يا ريت تعملي جزء تاني. أنت بتقول أتجوز ليه مش كده؟ مظبوط. الكتاب أتجوز ليه، اعملي بقى لو سمعتي جزء تاني اسمه اتجوزت ليه. أو مش عايزة أتجوز بقى. ويا ريت جزء تالت اسمه حائط المبكى نقعد نبكي. لا لا خالص، انا مش متشائمه كده خالص على فكره، بالعكس انا مؤمنه ان الراجل المثالي موجود لسه وفي منه كتير، بس احنا نعرف ازاي نوجده وازاي نحافظ عليه. احنا مش بنعمم. بالمناسبه انت مخطوبه صح؟ وعلى وش جواز؟ على وش خطوبه ان شاء الله. على وش خطوبه وان شاء الله يعني عريسك موافق على افكارك. هو اي افكاري مش غلط، افكاري مش ضد المجتمع. يعني بالعكس انا مناصره جدا للراجل وضد المساواه. يعني انا الفكره عندي مختلف عن الصوره الظاهره. بالعكس انا مؤمنه جدا ان الراجل يقدر يدي افضل ما عنده ويقدر يعامل الست ككوين، لكن المهم هي تعرف ازاي توجهه لده. يعني احنا الستات بتتعامل احيانا معامله خاطئه، سواء كانت في الاسراف او في الافراط، في الشده او في الافراط او الاسراف في اللين. مظبوط. يعني انا لو طول الوقت حسستك ان انا حواليك ان انت ترضى باي شكل، انت غصب عنك هتمل. انت انسان مش راجل او ست، طبعا غصب عنك هتفقد ال مفيش سسبنس في العلاقه، خلاص الموضوع بقى ممل. مزبوط. انا عارف ان انا لو بصيت كده هتقولي مالك، لو جعان هتقومي تعملي اكل اي وقت. لازم يكون في شد وجذب في العلاقه، لازم يكون في فن في ان انا اتعامل معاك، امتى اشد وامتى ارخي، امتى اتعامل معاك كويس وامتى لا. كمان المسؤوليات اللي عليا هي ايه والمسؤوليات اللي ما ينفعش اخدها منك ايه. وهو دي الافكار الايجابيه اللي احنا المساحات اللي احنا لازم ندور عليها. بدل ما نبقى واقفين لبعض زي القط والفار. بالزبط. سيد من اسكندريه هرجع لك. سيد اتفضل. عايزه تقولي حاجه؟ هرجع لك. سيد اتفضل. مساء الخير يا سيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بتكلم من اسكندريه. اهلا وسهلا. انا بقول لاستاذك يا استاذ معتز، اتفضل، عشان نتكلم في المواضيع ديت لازم يبقى فيه معرفة للحقوق والواجبات. كويس. بين الست والمرأة. كويس. عشان نعرف الحقوق والواجبات نعرف وصايا أم إياس، وصايا ابن حنبل لابنه، وصايا أم إياس بنتها. أيوه. لو البنات عرفوا الحاجات دي يا أستاذ معتز ثق تماما إن البيوت كلها هتعمر، مش هيبقى عندنا 9 مليون مطلقة. تمام. إيه مشكلة العلاقة ما بين الرجل والست في المجتمع المصري في الوقت الحالي؟ إن اتفضل. المشكله دلوقتي في الناس الموجوده دلوقتي متجوزه وبيحصل عندهم مشاكل طلاق من السنه الاولى جواز. ان مفيش حد عارف واجبه ومفيش حد عارف حقوقه. لازم كل واحد منهم يعرف واجبه ايه وحقه ايه. تمام. وبعدين مفيش، لازم يبقى فيه بين الجواز توافق اجتماعي وتوافق ثقافي، وفي نسبه من الذكاء ما بين الرجل والمراه، وان الرجل يقدر يقدر المراه. الرجل يقدر يقدر المراه وما بقاش راجل مطع زي ما هم بيقولوا او امها او باراشوت. والله يعني رايك يعني راي موضوعي جدا، كنت فاكر انك انت هتهاجم الكلام اللي بيتقال، بس انت راجل فير ومنصف، برافو عليك. شكرا سيد من اسكندريه. ومعايا تليفون تاني، مصطفى من اسكندريه برضو. اهلا وسهلا، مساء الخير. من القاهره. اهلا يا مصطفى، مساء الخير. ازيك يا استاذ معتز؟ اهلا بيك. ازي حضرتك؟ الحمد لله كويس اهو. حضرتك بس انا كنت عايز اتكلم في النقطه اللي الاستاذه كانت بتطرحها من شويه، اللي بتقول الاهالي بيتنازلوا في طلباتهم وبتاع الكلام ده كله.
انا حضرتك يعني رحت عشان اتقدم لواحده اول حاجه بس عشان اقعد مع والدها، قال لي اول حاجه تيجي تقعد معاه لازم يكون عندك شقه، وانت حضرتك في الزمن ده دلوقتي بقت بكام وبتاع، وانا لسه شاب لسه ببدا حياتي معيش الكلام ده كله. دي اول حاجه. تاني حاجه المهر والشبكه وهتعمل فرحك فين، يعني مثلا عشان ما رحتلهاش من قيمه اسبوعين بس عشان اجيب لها في الخطوبه مثلا لازم كل اسبوع اروح لها، ما رحتلهاش عايزه تفشكل الخطوبه حضرتك. يا حضرتك الاستاذه اللي كانت قاعده يعني جايبه الكلام ده منين؟ الاستاذه مش عايشه في مصر يعني. يعني انت ولا بتجيب لها حاجه ولا عندك شقه، ما عندكش اي امكانيات لا. خالص. انا حضرتك ايوه هي حضرتك عشان بتقول الاهالي بيتنازلوا في طلباتهم وبيتسهلوا في الكلام ده كله، لا انا عشان اروح اقعد معاه حضرتك لازم يقول لي انت لازم يكون عندك شقه. تاني حاجه شغال فين؟ ويتجوز غيرها مرتبها كبير ومرتبها عالي. تاني حاجه هتعمل فرحك فين؟ يعني هي طلبات كتير جدا مش في حدود دخل اصلا المواطن المصري ولا الشاب المصري دلوقتي. فانت شايف ان في مغالاه في شروط وطلبات يعني حاجات اهل العروسه. يعني حضرتك لو هم مثلا يبصوا على الدين بتاعنا بيقول ايه؟ لو يمشي في الدين بتاعنا هيلاقوا اللي ما فيش الكلام ده كله، الدين بيأثر علينا الكلام ده كله هم بيصعبوه. احنا بنبص على الدين بس في الحته اللي فيها مدينة. احنا بنبص طيب. على الدين الراجل يعمل على كل حال قلت رايك وبشكرك يا مصطفى وبتمنى لك كل توفيق، روح لحماك كده وخليك كده كول معاه ومين عارف يجوز برضو يعني يزقكوا كده زقه صغيره وبعدين بعد كده بقى تعتمدوا على نفسكم. طيب عمال انصح انا مالي. هي المشكله ان احنا دايما بنبص في الدين بيقول ايه والشرع بيقول ايه في الحتت اللي احنا عايزينها. مثلا هندخلين على جواز الشرع ما فيهوش مهر. ماشي تضرب مراتك مش مشكله، الشرع بقى ايه يبتدي يركن على جنب. تبخل على مراتك الشرع برده ايه يحضن اكتر. تنزل تصاحب على مراتك الشرع بقى ايه محلل لك اربعه خلاص بقى كده كل حاجه بقى خلاص الشرع مش طب احنا يعني انت انت بتختار عايز تقول بتختار من الشرع ما يتناسب مع مزاجك ومع الحاله اللي انت فيها. اسمه ايه؟ اسمه تأييف في الشرع. بنأيفه على مزاجنا، ناخد منه الحته اللي احنا عاجبين والحته اللي مش عاجبانا بنشيلها على جنب، لانه انا هو انت شايفانا الشيوخ؟ احنا مش شيوخ. تمام. تعالوا نسمع شويه مكالمات وبعدين نرجع نتناقش. اسماء من المنصوره، اتفضلي يا اسماء. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو سمحتي توطي الجهاز المذياع اللي في التلفزيون لأنه شكل فيه ايكو فيه صدى. شايف أنا سامع صوتي؟ أيوة كده تمام. تمام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام. تفضلي يا أسماء. طبعا أنا برحب بكل الضيوف. شكرا. بس أنا مش مع يعني صاحبة كتاب هتجوز ليه. بدليل ان هي اصلا داخله بس ان شاء الله يعني على خطوبه وربنا يوفقها وكده. عايزه اقول طبعا احنا بنقول في مجتمعنا عادي ان الجواز سنه الحياه والحاجات دي كلها. تمام. بصي وطي التلفزيون معلش يا اسماء، وانت بتوطي التلفزيون بالريموت كنترول اللي في ايدك. عايزه اقول لك انه اسماء ردت على الموضوع ده وقالت على فكره محتوى الكتاب ملوش اي علاقه مباشره بعنوانه، لان هي بتتكلم نفسه مش مش ضد القضيه، هو بيطالب الناس انها تفهم ليه بنعمل ده بالظبط. فشايف ان انت سؤالك يمكن يكون ما تبعتيش الحلقه من اولها. بشكرك جدا على المداخله وهروح لمتصل اخر، محمد من القاهره. اتفضل يا محمد. ازيك يا استاذ معتز؟ اهلا وسهلا. بص يا استاذ معتز، هو الجواز والعلاقه بين الرجل والمراه علاقه شائكه جدا، هما الاثنين بيجوا من ثقافات مختلفه وبيئه مختلفه، فيعني مش 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 بالضروره يبقى في توافق 100%، بس لازم هما يجتهدوا عشان يبقى يوصلوا لاقصى درجه من التوافق واتفاق على انجاح مؤسسه الزواج. يا محمد قبل معلش انا عايز اقطعك، هل ترضى انه يوصف الرجل بانه نطع وان هو بيعيش على قفا الست وان هو بي 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 بيستغل الست يبقى حلو معاها وقت الخطوبه ويشبعها كلام ويبيع لها كلام ووقت الجواز يوريها وش تاني ويعاملها بطريقه وحشه؟ ما فين القوامه؟ لا لازم لا هي يبقى في اتفاق. في زمان شاعره قديمه نصحت بنتها وقالت لها كوني له اما يكن لك عبدا. هما الاثنين لو يعني زي ما هو يزرع هيحصد، لو زرع احترام واتفاق واحتواء وحب
ورعايه واهتمام هيحصد من نفس الحاجات، هيحصد اهتمام وحب ورعايه واتفاق مشترك على انجاح مؤسسه الجواز، فهتبقى علاقه ناجحه. طيب ده اختلف ده, ده, ده كلام كويس قوي. اتفضلي اتفضلي اختلفي. احد الصحابه قال لا تربوا اولادكم على خلقكم فقد خلقوا لزمن غيركم. للاسف ان احنا لازم نتعامل مع كل عصر او كل وقت على حسب السياده، في الشخصيات عامله ازاي. فالشخصيات بتاعه دلوقتي مش الشخصيات بتاعه كوني له اما يكن لك يا عبدا، عشان نكون برضو منصفين. الافراط في الطاعه او الافراط في الـ في الـ في, الـ في الاجتهاد في ان انا اسعده قوي وان انا اعمل كل ما يرضيه، ده برضو غلط. لان لازم يكون في سياسه ثواب وعقاب. انت بشر، انا لازم اتعامل معاك بادميه. مش ان انا اكون ليك كل الحلو فانت تبقى مش فاهم انت بتعملي معايا كل ده ليه. ومش مقدر غصب عنك، مش لانك وحش. يعني تقصدي تقولي ايه؟ لازم تقلبيه على الجنبين. لازم تبقى في سسبنس في العلاقه، لازم يكون في شد وجذب، لازم يكون في ثواب وعقاب. سسبنس زي الفريد هيتشكوك كده. انا فاهم بنفس القدر. فاهمك. هروح لرضا من الاسماعيليه. اتفضل يا رضا. مساء الخير رضا. ده على فكره اسم نجم كوره كبير راحل الله يرحمه ويحسن اليه، كان برده اسماعيلاوي. اتفضل يا رضا. ده انا مستمع على اسمه حضرتك. طيب شفت بقى. مساء الخير. اهلا يا رضا. مساء الخير الضيوف الكرام. اهلا وسهلا. معجب بالاستاذه اللي لابسه احمر. ايوه اللي هي بتحط رجل على رجل. ده انت شايفها كمان كويس. معجب بيها ليه؟ واقعيه. ايوه. قالت الحقيقه اللي المجتمع المصري عايشها، ان الشعب المصري ابتدى يتامرج وده غلط. ياريت احنا ناخد المميزات الكويسه اللي في ديننا واللي في المجتمع بتاعنا اللي ابونا وامنا ربونا عليها ونعيش بيها. هي قالت فعلا الزوجه بتخرج مع جوزها، هي على الايباد والولاد على الايفون، وكل واحد في مولد وفي البيت، كل واحد قاعد على اللاب، كل واحد قاعد في مكان. ابتدى يبقى في تفرقه في الاسره. التفرقه دي بتوصل لايه في النهايه؟ في حاجز ما بين الزوج والزوجه طبعا، ابتدى الخلاف ويبتدي الحب يموت والعلاقات تبقى فاتره، ولا قدر الله ينتهي في الاخر بالانفصال. مش لا قدر الله، وده من الطبيعي للعلاقه. وده حضرتك لو في عملوا حاجه اثبتوا ان اسماعيليه اكبر محافظه فيها طلاق للاسف، ولا محافظه بورسعيد. هو انا بسال نفسي، هو ليه الشعب بلا عايز يتامرك او بيتفرج على الميديا على الافلام التركي او 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 يسال نفسه الاول، هي الناس دي وصلت للنجاح ازاي؟ بالعمل. بالعمل. والله عندك حق وانا متفق معاك. ما عندناش اي حلول تانية غير الشغل. نصحى من النوم نشتغل، بس خلي الحكومه بتاعتنا توفر لنا فرص عمل. احنا هنقوم ايه؟ نشتغل ازاي من غير فرصة عمل؟ بس برضو لازم الثقافة تتغير. شكرا يا رضا. معلش لازم اخد اتصال اخير عشان ارجع للاستوديو هنا. ولاء من اسكندرية. ولاء بإيجاز لو سمحتي. مساء الخير. عليكم السلام. ازي حضرتك يا استاذ معتز؟ الحمد لله. حضرتك وبحيي ضيوفك. اهلا وسهلا. اتفضلي. معلش انا كان لي تعليق بس على الاستاذ مصطفى اللي كان بيتكلم من شويه. اتفضلي. ماشي. هو دلوقتي يعني معلش حد ما عندوش اصلا امكانيات انه يتجوز. يعني حد يعني كون امكانياتك الاول وبعدين روح. ده الشباب كتير قوي يعني. هو اكيد ما حدش هيرضى ان هو بنته تتبهدل او اي حد. كل واحد عايز حد يعيش في مستوى كريم. في مستوى كويس حتى مش بصرف. انما ما فيش حكايه ابداوا وربنا يسهل وتكونوا مع بعض كده يعني خطوه خطوه. ما فيش الفكر ده. لازم يبقى رايح ومعاه امكانيات. بالظبط. يعني جزء حتى بس ينفع اكيد. يعني ما حدش هيرمي بنته ولا هيرمي هيقبل يعني. لا برضه هو مش هيقبله على نفسه، مش هيقبله على ابنه. ما هو بيقول لك لما لقوا انه معهوش امكانيات هي بقى لها اسبوعين مش سائله فيه. فالظاهر ان العمليه يعني ايه بانت. شكرا يا ولاء. اميره من القاهره. ده اخر اتصال. اميره مساء الخير. ازيك يا استاذ معتز؟ اهلا بيكي. الحمد لله. ايه رايك تقولي لنا اللي انت عايزه تقوليه لنا في دقيقه واحده؟ معلش يا اميره. طيب انا الاول انا متجوزه. تمام. ايوه. هي فكره انه توزيع الادوار ما بين الزوجين دي مشكله كبيره جدا على فكره. الناس كلها دلوقتي متخيلين ان الزوج عشان هي ست مطلوب منها انها تعمل كل حاجه. انا بشتغل ام وبشتغل مدرسه وبشتغل كل حاجه. والزوج وظيفته الوحيده ان هو بيروح الشغل وبيجي من الشغل بالظبط. فهل ده ذس از انفير يعني؟ حرام بجد يعني. بنتظلم كتير قوي.
الزوج كل ازواج الدنيا كلها كل وظيفتهم ان هم بيروحوا الشغل وييجوا من الشغل بس لا ما فيش اي مشاركه في البيت، ما فيش، ما ياخدش الاولاد يوديهم النادي، ما بيروحش يعمل مثلا مسؤوليات الحياه، ما بيجيبش يعني حاجات برضو. بس الام يعني عامله شغل كتير جدا يعني الست برضو عليها لود رهيب. ربنا معاها، ربنا معاها. شكرا، ومش عارف معلش اطول في المكالمه لاني فاضل لي وقت محدود.